فونتشر هي وسيط قروض مقر السويد. نساعد أصحاب المشاريع من المهاجرين العرب في السويد من تنمية أعمالهم ومشاريعهم المسجلة لدى بلوغز فيركت. مؤسسي بونتشر هم من المهاجرين المحليين وتمتعوا بأكثر من 30 سنة من الخبرة في القطاع المالي والمصرفي. وفي بونتشر بطبيعة الحال نركز على العثور على أفضل الأسعار للحصول على قروض لشركتك. نحن نعلم مدى صعوبة فهم الإجراءات واستيعاب القوانين المحلية في السويد، لهذا عملنا على تسهيل هذه الإجراءات بفريق يتكلم اللغة ومستعد للمساعدة. مراحل هي سهلة: أولاً ارسل لنا طلب الحصول على قرض لتنمية المشروع، ثانياً نقوم بدراسة حالة المشروع للحصول على ما يتناسب مع الاحتياجات بفضل الشبكة الواسعة التي نمتلكها من البنوك والمؤسسات المالية والمقرضين المحترفين، وثالثاً وأخيراً تتلقى عقد القرض الخاص بك مباشر من المقرض، ويتم تحويل مبلغ القرض إلى حسابك البنك الخاص. لا، هو مجان. للحصول على خدماتنا يدفع لنا المقرض رسم الوسيط وليس صاحب المشروع. يمكنك زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت لتقديم طلب القرض والاطلاع على وسائل اتصال مباشر بنا. puncher.com